بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Happy feast to you all. عيدكم مبارك جميعا. في عقل الأمر موضوعنا جد بسيط وفكرة أتتني وهي كيفية مباشرة تعلم اللغة عن طريق التلقين، لأن التلقين نوعا ما هو اختصار لمراحل من عملية التعلم. Okay, just shortcut for many phases of learning process. Okay, مثلا لأن سأخذ فيه نقاط مهمة وهي النطق وتلقين الكلام، كيفاش تلقي الكلام، لأن أحيانا نحن نسمع الكلمة باللغة الأجنبية بصح كي نجي نطقوها ما تجيش نفس الشيء كيما تكون في كي تسمعها من البودكاست ولا من الانبوت. اوكي اوريو انبوت، هذا هو الاشكال. ف مثلا نعطيك مثال في اللغه الصينيه، مثلا اذا قلت لك تا ولا جوجا جوجاتشيا، مثلا بوتسي جوجاتشيا بوتسي شاشال ني كام تاو ني كوي كام تاو تما. انت راك تسمع الكلمات بصح كي نفرفرزهم نقول بلي هذه مثلا هذه يقولها نيتشيا نيتشيا انه يدعى او انت سلع او لهذا الشيء يدعى جيجا 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 شما جيجا شاوت بوتسينغ، مثلا هذا الشيء جميل ولا يبدو جميل ولا هذا، تبدا تعرف شيء يقول على الاقل تقبل شويه منه. اوكي وزيد تلقين الكلام مع التركيب. اوكي اذا باس شاين زير جود هذا ما يبدو جيدا، استسنشت زيها شفاء أبا زي انتيرسانت تو لارن أنت فاشتين يموت، هذا اللي يساعدك أسي بالمس ترسي سيمبل. أوكي سيمبل موي أو تيل تامين بير يفاسي تامين بير براثي لابردزاخين مانينا موي ريكتو. أوكي باش تقوم بالتعلم بطريقة جيدة. التلقي كيفاش؟ مثلا راه مريحين معك جماعة وراك أنا كنت ندير في البرنامج تاعي، كنت نديرو في وهران وفي عدة ولايات، كنت مثلا ندخلو كما هاك من عندنا صحابي قال مثلا شوف كي نقول لك مثلا هذا يبدو جيدا وسوف اعمله، تقول لي sounds great I'll do it بلغات اخرى سي 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 باري في موي بيان انجوي بويا اثير، ولا اذا درس بالايطاليانو سيمبرا مولتي بيني بوسيام ديري كوزا فاري تشيركا لو اي دي تي قبل قال مثلا تشيرتاتو فوليانو انكي ديري توري كوزي كي سونو دي اوتري مثلا مانيرا، ولا يبدا يقبض يتفاعل معك، فالتفاعل هنا يخدم نوعا ما العمليه. ايضا مثلا تلقين فاش يساعد يعطيك لا كونفيونس اون سوا اللي هو الثقه في النفس. اوكي سيلف كونفيدنس تو سبيك اند ارج يور سيلف. Okay, because you'll learn to master to speak, and even so, for long term, you're gonna be mastering a language that you are learning. Okay, مثلا مش عارف كيفاش تعبر باللغة الكورية ولا الهندية ولا مش عارف كيفاش، قال مثلا صبر هاك يدي، قال مثلا تقول مثلا هنا تشارلي نيدا، قال جيد يبدو، تقول مثلا هانغوكو مالها سو تشارلي نيدا، انا اتكلم الكورية بشكل جيد مثلا، ولا بالهندية مثلا تقول مثلا سي ميميا كاب هندي بات كان بونا جاتاهي بونا كاناهي، مثلا هل تتكلم هندي او يبدا يتلقى انه يكون عنده نوعا من الكوراج فاهم هذاك لا كونفيونس باش بور بارلي دي فوا تخي اميزون تي اوسي بور افوار لا كومبيتونس. اوكي كونستخوي لا كومبيتونس لونتون على مدى طويل. اوكي هذا هو الاصل في التعلم بالتلقين، خاصه اذا كان الشخص اللي يلقي متمكن في اللغه.